في تغريدة على حسابه بتويتر، رئيس الجمهورية يهنئ النساء الموريتانيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. بحضور السيدة الأولى، نساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحتفلن باليوم الدولي للمرأة. وزير الدفاع الوطني يشرف على افتتاح دورة تكوينية لصالح بعض أفراد القوات المسلحة المشاركة في القوة المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل. أهلا وسهلا بكم إلى نشرة المسائية من قناة الموريتانية، معكم فيها سلمى أبو سكوة وعز عبد هاشم، كما يرافقنا في لغة الإشارة سلمو واللي يحفظه. نلفت انتباه السادة المشاهدين أنه بمناسبة اليوم الدولي للمرأة سيكون إعداد وتقديم المسائية لهذه الليلة نسائي بامتياز. هنأ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني النساء الموريتانيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأشاد في تغريدة نشرها مساء أمس على حسابه بالدور الريادي للمرأة الموريتانية في معركة البناء والتنمية، وجاء في التغريدة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقدم بأحر التهاني للنساء الموريتانيات في كل مواقع، مثمنا تضحياتهن الجسيمة ومشيدا بدورهن الريادي في معركة البناء والتنمية، وأجدد التزامنا بدعم مسيرة تمكينهن ومشاركتهن الفعالة في تدبير الحاضر وصنع المستقبل المشرق بإذن الله. بحضور السيدة الأولى دكتورة مريم محمد فاضل الداه والعديد من الشخصيات الفاعلة في مجال تمكين المرأة الموريتانية، خلدت نساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، العيد الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة تحت الشعار تمكين المرأة في موريتانيا، استراتيجية الدولة ورهان الأمة. بقصر المؤتمرات القديم وسط هذا الحضور النسوي المكثف تأتي فعاليات تخليد اليوم العالمي للمرأة في حفل ينظمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وبرعاية سامية من السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه، وذلك تحت شعار تمكين المرأة في موريتانيا استراتيجية الدولة ورهان الأمة، تركيزا على الكفاح التاريخي للمرأة وتتويجا لإنجازات كل امرأة ومساهمتها في مجتمعها وقياس حجم مجهوداتها والمكاسب التي حققتها في المجتمع والدولة. إن هذه اللحظة تستدعي من استذكار من بذلنا مجهودا إيجابيا خدمة للمرأة الموريتانية وكل الضعفاء والمرضى في الوطن، وهنا لا بد من تهنئة معالي السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه على دورها الإنساني الذي ما فتئ يتبنى المواساة والاحتضان لشعبنا عامة. إننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نضع المرأة في مقدمة أولويات العمل الحزبي تماشياً مع تطلعات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ الغزواني الذي يعطي عناية كبيرة لكافة شعبنا الكريم، تجسدت في البرامج المنفذة والترقيات المشهودة والمسؤوليات الجسيمة المدنية والعسكرية. وهكذا عملنا على أن تظل مكانتها في العمل الحزبي في أعلى المستويات من خلال القيادة الحزبية واللجنة الوطنية للنساء والهيئات الحزبية الأخرى. نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للنساء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية أكدت حرص الدولة على تمكين المرأة ومساعدتها في الريف والحضر إيمانا بمكانتها الريادية. اسمحوا لي في البداية أن أوجه تهنئة حارة إلى النساء الموريتانيات والريفيات منهن على وجه الخصوص بهذه المناسبة السعيدة وبما حققنا من مكاسب لا تزال نظيراتهن في عديد البلدان تناضل من أجل تحقيقها حتى الآن. السيدة الأولى، نحتفل اليوم بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا تحت شعار تمكين المرأة في موريتانيا استراتيجية الدولة ورهان الأمة، ونحن جد سعيدات بمستوى حضور المرأة وإرادة التمكين لها
في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ القزواني، وهو ما عكسه حجم وتنوع المكونات الخاصة بالمرأة والطفل في مشاريع وبرامج الحكومة، خاصة في برنامجي أولوياتي وأولويات الموسع، حيث تم التركيز على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال توزيع مئات الملايين على شكل قروض ميسرة على النساء في الريف وفي الأحياء الهشة. وقد تميزت فعاليات هذا النشاط التخليدي لليوم العالمي للمرأة بمحاضرات تناولت دور المرأة الموريتانية في مواجهة جائحة كورونا، والتمثيل السياسي للمرأة في بلادنا ودورها في الوحدة الوطنية، ليختتم الحفل بإلقاءات شعرية وأناشيد تمجد المرأة الموريتانية وتتغنى بدورها في كافة المجالات التنموية والاجتماعية. كما تم تكريم سيدات ناجحات في المجتمع ورائدات في مجالاتهن. أشرف وزير الدفاع الوطني صباح اليوم على افتتاح دورة تكوينية لصالح بعض أفراد القوات المسلحة المشاركة في القوة المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل. وقد شارك إلى جانب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان العامة للجيوش وعدد من الضباط المشرفين على التكوين. تدخل هذه الدورة التكوينية ضمن مشروع دعم القوة المشتركة في مجموعة دول الخمس في الساحل في إطار تنفيذ المطابقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويتمثل الهدف العام للدورة في تقديم دروس حول القواعد الأساسية المتعلقة بالقانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين. وتميز انطلاق أشغال الدورة التكوينية بكلمة للواء البحري أحمد بن عوف قائد المكتب الثالث بالأركان العامة للجيوش، رحب في مستهلها بالحضور شاكرا الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرة التي تجسد إرادة موريتانيا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان ضمن تحضير العمليات للوحدات والقادة، وأعرب عن أمله بأن تشكل هذه الدورة إضافة نوعية في المعارف والمهارات المكتسبة لأفراد قواتنا المشاركة في القوة المشتركة لدول الساحل الخمس. وذمن قائد المكتب الثالث بقيادة الأركان العامة للجيوش هذه المرحلة من التكوين التي توضح جليا إرادة بلادنا في الحرص على اكتساب المعارف والخبرات في هذا المجال الحيوي. وبدوره بيّن السفير مندوب الاتحاد الأوروبي أن برنامج دعم القوة المشتركة في دول الخمس في الساحل من أجل تنفيذ إطار المطابقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان موجه إلى تجسيد الواجبات في مجال حقوق الإنسان من حيث الإجراءات الملموسة والناجعة لوحدات القوات المسلحة ووحدات الأمن الداخلي، مع التركيز على حماية المدنيين وممتلكاتهم والمجموعات الهشة بما في ذلك النساء والأطفال، مع احترام العادات المحلية واعتبارات النوع. وهذه المقاربة يضيف الدبلوماسي الأوروبي ستوفر إطارا لتكوين الكتائب الموريتانية في المستقبل، وكذا أطر القوات المسلحة الذين سيؤمنون مستقبلا تكوين هذه الوحدات. ومن جانبه رحب منسق مشروع دعم القوة المشتركة في مجموعة دول الخمس في الساحل عبر الفيديو كونفرنس بالمشاركين، معربا عن أمله في أن يمكن هذا التكوين من تدريس المفاهيم الأساسية في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني للوحدات التي ستؤول إليها مهمة التكوين، مع تطبيق هذه المبادئ على تحضير العمليات أو على الميدان بشكل عام. وتتضمن هذه الدورة 14 وحدة تكوينية على مدى 5 أيام، ويتألف الفريق المكون من خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن ضباط سامين في القوات المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل ومركز التكوين في قيادة القوات المشتركة. اجتمع وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالسلطات الإدارية والأمنية والمركزيات والهيئات النقابية بولاية تير الزمور، وأحثهم على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين. كما زار السيد الوزير بعض المنشآت التابعة لشركة سنم، وأكد على خلق مناخ ملائم للتواصل والتفاهم بين المؤسسات والعمال في هذه المدينة العمالية.
بدأ وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامارا سالوم محمد نشاطاته باجتماع في مباني الولاية بحضور والد تيرس الزمور السيد سلمول سيدي. ضم السلطات الإدارية وقادة الأجهزة الأمنية والمنسقيات الجهوية للمركزيات والهيئات النقابية. أبرز فيه الوزير تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تقديم إدارة عصرية للمواطنين الموريتانيين، إدارة تستمع أكثر للمواطن وقريبة منه بعيدة عن خلق الصعوبات أو التأخير في معالجة القضايا المتعلقة به. وقال السيد كامارا سالوم محمد متوجها للأطر النقابية إن زيارته الحالية تهدف إلى تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية المتمثلة في خلق مناخ ملائم للحوار بين الشركات والعمال مبني على احترام القانون والمحافظة على حقوق العمال. وأهاب النقابيون بزيارة الوزير مؤكدين أنها أول زيارة يقوم بها وزير للوظيفة العمومية للزوارات رغم أهميتها من حيث الكثافة العمالية. كما تطرق النقابيون لأهم الصعوبات التي تواجهها النقابات في المدينة المنجمية. وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة زار الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم باعتبارها قطبا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن داخل المكاتب العامة للشركة في الزوارات أوضح الوزير المسؤولين في سنيم الإطار العام لزيارته معتبرا أنها تندرج في إطار توجهات والتزامات رئيس الجمهورية التي تجعل من الشركات الوسيلة الوحيدة للتنمية. وطالب الشركات باحترام التشريعات الاجتماعية والمحافظة على حقوق العمال والعمل على تطوير حياتهم المعيشية وظروف عملهم، مضيفا بذات مناسبة أن شركة سنيم أوضحت بما لا يدع مجالا للشك تصميمها على المحافظة على حياة العمال وتحسين ظروفهم. وكان المهندس محفوظ واللببني قد رحب في كلمة له بالمناسبة باسم الإداري المدير عام للشركة السيد المختار ولدجاي بالوزير مؤكدا أهمية الزيارة التي يقوم بها للشركة. وقال إن سنيم تقوم بخدمات اجتماعية جليلة في مجال التنمية المستدامة وعلاقاتها بمحيطها، ومن الأهمية أن تكون الحكومة على علم بها لتدعمها. الفرصة كانت مناسبة قدم خلالها المهندس الهادي واللعلي والإبراهيم عرضا تعريفيا عن الشركة ودورها في الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، مقدما أرقاما إحصائية عن الشغيرة العاملة في الشركة وتوزيعها في مواقع العمل، فضلا عن عمليات الإنتاج والاستخراج المنجمي موضحا التطور الذي شهدته مؤخرا. وأبرز الأدوار التي تقوم بها شركة سنيم في التنمية المحلية عبر خيريتها، مؤكدا أن شركة سنيم تعد قطبا تنمويا بفعل مجموعة الشركات المتفرعة عنها. واختتم الوزير زيارته للشركة بتفقد موقع للاستخراج المنجمي في تي أو 14 بكدية الجل، حيث اطلع ميدانيا على الظروف التي يجري فيها العمل داخل الموقع وتلقى شروحا مفصلة عن طبيعة العمل في الموقع المنجمي الذي تستخرج منه خامات الحديد الغنية. نظمت وزارة التشغيل والشباب والرياضة اليوم بهيئة المركب الأولمبي ندوة تحت شعار قيادة الأعمال والقيادة النسائية. تهتف الندوة التي تأتي ضمن الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة لاستعراض الجهود المقدمة من قبل قطاع التشغيل في دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة. ريادة الأعمال والقيادات النسائية شعار هذه الندوة المنظمة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة لصالح القيادات النسائية الوطنية من سيدات أعمال وصاحبات مبادرات اقتصادية وبعض المستفيدات من المشاريع التابعة لقطاع التشغيل، وذلك بمناسبة تخليد العيد الدولي للمرأة. عندنا ذلك صندوقين للتشغيل، واحد منهم ينقال صندوق المقاولات. نقول لكم بعد أكد لكم إن شاء الله دور نخص منه مبلغ إن شاء الله للنساء. مشروع مستقبلي عدناه اللافية كنا نخفوا ذوك المشاكل على الشباب من حيث لنا سائل فائدة صفر، ومن حيث هم اللي عندنا ما نطلب منهم عندهم ضمانات. بعضنا 500 شاب حققت على الأقل ديناميكية، فمعلن ريادة الأعمال أنها تصح. إذن هذا صندوق المقاولات متبارك فتحناه في سريدي راجل لنا سابقا نهايه شهر مارس على ان نبدا فيه. نقول لكم ان شاء الله اول شيء نبدا به هو المقاولات النسائيه.
الندوة سلطت الضوء على جهود القيادات النسائية في مواجهة جائحة كوفيد 19. اللي يالطنا نشتغل عليه هو تمكين المرأة من المقاولة وإعطاهم اللي حظ ونصيب من الولوج لتنفيذ مشاريع التنموية في الدولة تعود المرأة مساهمة فيه. نتمنى النجاح والرقي للمرأة ولوجها أكثر القرار وخاصة القرار الاقتصادي اللي هو بداية كل شيء. السيد أنتوني غوروران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية هنأ القيادات النسائية الموريتانية مؤكدا عمل هيئته على المشاريع المدارة من طرف المرأة. أما السيدة زوليكا بواب دالا المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية فقد نوهت بمستوى الشراكة القائمة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التشغيل والشباب والرياضة في دعم المشاريع الاقتصادية النسائية. بدورها عددت المديرة العامة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيدة عيسى تالام الفرص التي تتيحها هذه الوكالة الوطنية من أجل تشجيع المقاولات النسائية. وقد تضمنت الندوة عدة مداخلات من قبل رائدات الأعمال والقيادات النسائية تطرقت إلى ما تقوم به المرأة الموريتانية من أدوار مركزية وما تقدمه من إسهامات في مجال المال والأعمال مطالبة بزيادة تكريس ريادة الأعمال النسائية باعتبارها أداة هامة لخلق الوظائف وتحسين الظروف المعيشية واستقلال المرأة على المستوى الاقتصادي. أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من مدينة أطار على إطلاق ورشة تشاورية لصالح ممثلين عن السلطات المحلية بولايتي أدرار وإنشيري. وقد قدمت خلال الورشة عروض حول القانون الجديد المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني في إطار التحضيرات لتولي السلطات الجهوية تطبيق مقتضيات هذا القانون. ورشة التشاور والتبادل حول تطبيق القانون الجديد الخاص بتسيير الجمعيات والشبكات والمؤسسات ومصادر ترخيصها ونظام عملها التي تنظمها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في مدينة أطار عرفت مشاركة ممثلين عن السلطات الإدارية والقضائية والأمنية في ولايتي أدرار وإنشيري. يأتي القانون 04-2021 لينسجم مع متطلبات المجتمعات الديمقراطية التي تكرس مبدأ الحريات والحقوق ولإضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية. إن هذا النص القانوني الجديد الذي يحل محل القانون 64-098 يستبدل نظام الترخيص بالنظام التصريح يعطي تعريفا أكثر دقة ووضوحا للجمعيات حيث أصبح إلزاميا أن تتشكل من 5 أشخاص على الأقل وأن تغطي مجالا أساسيا واحدا كما يحدد قواعد التأسيس ونظم الشغل والحكامة الداخلية والإلقاء أو الرفض وأسباب التعليق والحل. تمثلت الورشة في جملة عروض قدمت حول أبرز جوانب القانون وكيفية اطلاع السلطات الجهوية بأدوارها في مجال معالجة ورقابة الحراك الجمعوي حيث استعرض المحاضرون كل في مجال تخصصه جملة معطيات حول الإصلاحات المؤسسية التي تضمنها القانون وبعض الترتيبات التنظيمية الواردة فيه تخفيفا للإجراءات وتحديدا للمواعيد من أجل تكريس مرونة أكبر في مجال ضبط العمل الجمعوي. المشاركون عبروا من جانبهم عن أهمية القانون في مداخلات تطرقت إلى مضامين المواد القانونية وذلك ضمن مقارنة استحضرت بعض الإشكالات والعوائق التي قد تعترض كل من السلطات الإدارية والقضائية والأمنية خلال مباشرتها تطبيق هذا القانون الذي يحمل مقتضيات جديدة قد يتطلب تنفيذها إعداد جميع الأطراف المعنية ومدها بالثقافة القانونية اللازمة مع تمكين مختلف السلطات المختصة من آلية تضمن تكامل أدوارها ولعب كل منها الدور المنوط به على أكمل وجه. أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم في مدينة واذيب على انطلاق الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. يأتي تخليد العيد الدولي للمرأة الذي تحتضن مدينة واذيب فعالياته هذه السنة تحت شعار القيادة النسائية للمزيد من تكافؤ الفرص لمواجهة كوفيد 19.
مدينة وذيب تحتضن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة لسنة 2021 المنظمة تحت شعار القيادة النسائية للمزيد من تكافؤ الفرص لمواجهة كوفيد-19 وسط حضور رسمي معتبر. مناسبة شكلت فرصة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لوضع هذه التظاهرة في سياق استعراض حجم المكتسبات التي تحققت في مسيرة إشراك المرأة والتحديات التي تواجهها بعد أن تم اختيار مدينة وذيب لاحتضان اليوم العالمي للمرأة باعتبار ولاية داخلة وذيب نموذجا للتنمية والانسجام الاجتماعي والتنوع الثقافي والتعانق للأصالة والمعاصرة. تفخر المرأة الموريتانية في عيدها الدولي هذه السنة بحضورها المشرف في مختلف المناصب القرار في الداخل والخارج، وهي مناسبة نجدد من خلالها شكرنا لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني، ونطالب بزيادة ذلك الحضور حتى يتناغم مع الإسهامات الكبرى للمرأة الموريتانية في مختلف المجالات، كما نفخر بمشاركتها السياسية الفعالة وحضورها القوي في مختلف الهيئات المنتخبة والتي تتراوح ما بين حوالي 20% في البرلمان إلى حوالي 35% من مستشارين جهويين والبلدية، فضلاً عن انحصار بعض الصور النمطية التي تعيق مشاركتها في العملية التنموية. ويعكف القطاع حالياً على إعداد وتنفيذ برنامج لتعزيز مستويات الفتيات المترشحات للمسابقات الوطنية في المدن الكبرى مثل نواكشوط ونواذيب وروسو، كما سيطلق في أسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع اليونيسف برنامج لدعم حوالي 10,000 أسرة على أن يكون من بينها شخص ذي إعاقة أو امرأة مرضعة، وستتم توسعه هذا البرنامج ليشمل مدن أخرى من بينها نواذيب. إن مختلف هذه المكتسبات التي تحققت للمرأة الموريتانية رغم جائحة كوفيد تؤكد حقيقة محوريتها ضمن البرنامج الحكومة، غير أننا نقر بأن إشكالية المرأة والتنمية تحتاج إلى المزيد من الجهد والتنسيق وتنسيق العمل مختلف الفاعلين في مجال نشر الوعي وتغيير العقليات. عمدة بلدية وذيب سيد القاسم البلالي أكد أن اختيار مدينة وذيب جاء ليجسد الاهتمام الذي تحظى به الولاية من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني المتعلق باللامركزية لصالح التنمية وخدمة الساكنة. هذا الاختيار لمدينة وذيب تطبيق واعي ذائق ومسؤول التوجيهات رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني اللي يوصي بلا مركزية التسيير من أجل خدمة أحسن للمواطنين وبصفة خاصة أحسن للنساء. ممثل الصندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا هنأ النساء بمناسبة عيدهن في ظل جائحة كورونا، مشيدا بالجهود التي تقوم بها السلطات الموريتانية في مجالات التحسين من وضعية المرأة والترقية الاجتماعية والتمكين السياسي والاقتصادي. فقرات مختلفة تضمنتها فعاليات هذا التخليد شملت تسليم إفادات لصالح عدة شخصيات تثمين للمجهود الوطني الرامي إلى النهوض بالمرأة وترقية حقوقها في موريتانيا، كما تضمنت فقرات الحفل أيضا توزيع جوائز على 10 فتيات متفوقات من ولاية داخلة وذيب، إضافة إلى تسليم معونات مالية لإحدى 20 روضة بالمدينة ومنح تمويل لفائدة مشروع يعنى بالنساء ذات الوضعيات الصعبة. وخلال هذا الحفل تم الإعلان عن حملة وطنية للكشف عن سرطان عنق الرحم ومواعيد تسليم اللقاح المضاد للفيروس. فعاليات تخليد اليوم العالمي للمرأة عرفت تقديم وصلات موسيقية وغنائية وشعرية من طرف فرقتي المكفوفين والمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي تمجد عمل المرأة وتحتفي بهذا التخليد السنوي لليوم العالمي لبنات حواء. نبقى في وذيب حيث تم صباح اليوم تدشين فرع مركز التكوين والترقية الاجتماعية الخاص بأطفال التوحد التابع للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. يأتي افتتاح هذا المرفق العمومي لتعزيز منظومة حماية الطفولة الصغرى ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة.
على مستوى مدينة وذيبو، منظومة حماية الطفولة الصغرى تتعزز بافتتاح فرع مركز التكوين والترقية الاجتماعية الخاص بأطفال التوحد. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة رفقة والد أخرة وذيبو وعمدة بلدية وذيبو والسلطات الإدارية والمنتخبين والسلطات الأمنية ترأست حفل تدشين هذا المرفق العمومي الخدمي الذي يتولى رعاية أطفال التوحد ويوفر كافة الخدمات الصحية والنفسية ضمن مقاربة القطاع الرامية إلى إزالة كافة العوائق التي قد تحد من عمل المرأة في العملية التنموية وحماية الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة. إنه لمن دواعي الشرف والامتنان أن أستقبلكم اليوم، وبمناسبة تقليد اليوم العالمي للمرأة، من هذا المرفق العام الذي كان لكم الشرف في تدشينه رفقة حرم رئيس الجمهورية نهاية السنة الماضية، حيث أن الاهتمام بالمرأة يكون من خلال الاهتمام بمختلف المشاكل والمعوقات التي تحد من مشاركتها في العملية التنموية، وليست رعاية الأطفال المعاقين عقليا والمصابين بالتوحد إلا أهم وأكبر تلك المعوقات. وقد شكل هذا المرفق العمومي إضافة كبيرة للخدمات التي تقدمها الدولة لساكنة مدينة وذيبو، حيث يستفيد منه حوالي 20 طفلا يعانون من الإعاقات الذهنية والتوحد ولم يكن أمامهم قبله أي فرصة. نعدكم أننا في مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة سنكون عند حسن تطلعاتكم في ترقية وتنويع الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الهام بحول الله، بما يخفف على أمهات الأطفال المصابين بالتوحد وبالإعاقة الذهنية الحمل الكبير الذي يبذلنه لرعاية هذه الفئة من أطفالنا ويوفر لهم الرعاية الكاملة. بعد ذلك تجولت الوزيرة داخل أجنحة المركز حيث طلعت على الظروف والإمكانات التي يقدمها لنزلائه من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، كما عاينت الوزيرة والوفد المرافق لها الأساليب والطرق التربوية والصحية المتخذة لهذه الفئة العمرية والتي يبلغ عددها حاليا 20 طفلا. عندنا 20 يشير فيهم التوحد فيهم الإعاقة الذهنية، عندهم تأهيل القرايه كيف التلاميذ اللي في الاطفال اللي في نواكشوط نفس التأهيل كانوا يجبروه هذا، لان اهلهم عندنا رعايه ذاتيه وعندنا تعديل السلوك وعندنا هذا الاكاديمي وما قبل الاكاديمي وعندنا التكامل الحسي اللي يعود ان شاء الله هون وتخاط ان شاء الله يوفره ان شاء الله المركز. يأتي افتتاح فرع مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة الذي تحتضنه مدينة وذيبو. في وذيبو دائما أشرفت صباح اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة نهى بنت هارون للشيخ سيدية رفقة الأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة حليمة با والمفوضة المساعدة للأمن الغذائي السيد محمد والمحمد العيد والخيار ووالي داخلة وذيبو السيد يحيى والشيخ محمد فال على إطلاق قافلة التضامن حول المرأة على طول الشواطئ بين مدينة وذيبو وانجاغو. تنظم هذه القافلة الطبية الاستشارية بالتعاون بين قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزارة الصحة، وتضم أطباء في مجالات النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأسنان والطب العام وقابلة وممرضي دولة. وقد اطلعت الوزيرة صحبة الأمينة العامة لوزارة الصحة على طبيعة التجهيزات والمعدات والأدوية التي سيتم توزيعها في بولنوار والشامي والمغار ومحي حرات وانجاغو، كما تشمل مهمة القافلة الطبية توزيع أدوات تعقيم وكمامات في إطار حملة الوقاية ضد كوفيد-19. ويدخل تنظيم هذه القافلة ضمن الفعاليات المخلدة للثامن من مارس المنظمة هذه المرة من مدينة وذيبو. سلمى، نعود إلى نواكشوط حيث خلدت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية نواكشوط الغربية اليوم بمقر جهة نواكشوط العيد الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. شملت الفعاليات تقديم جوائز نقدية على الفتيات المتفوقات على مستوى الولاية في عدد من المدارس التعليمية والمهنية بهدف تشجيعهن على مواصلة مشوارهن الدراسي.
القيادة النسائية نحو المزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19. شعار هذا الحفل المنظم من قبل المديرية الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية واكشوط الغربية ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة الذي تحتفل به المرأة الموريتانية على غرار نظيراتها في العالم. الحفل شكل مناسبة لعرض الخطط التي تنتهجها الدولة من أجل تمكين المرأة ودعم مشاركتها في الجهود التنموية بالبلاد. لقد عرفت مسيرة المرأة الموريتانية نحو الإشراك والتمكين تحولا كبيرا شكل المحور الخاص بالمرأة من برنامج تعهدات لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني كان أساسا ومنطلقا له. وإذا كان هذا المحور قد فصل مجموعة من التعهدات حول تمكين النساء من أجل مشاركتهن في العملية التنموية، فإن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال قد وضعت طرق وآليات تحقيق تلك التعهدات، حيث نفذت في الآونة الأخيرة جملة من المكتسبات غير المسبوقة لصالح النساء الموريتانيات وعلى عموم التراب الوطني. ويعد هذا اليوم سانحة لإبراز وتثمين الجهود التي تطلع بها المرأة في كافة الميادين. هذا العيد الذي يأتي على المرأة الموريتانية وهي في بداية خمسية ستكون عقدا فريدا في جيد المرأة الموريتانية لما تضمنته تعهدات السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني. تلك التعهدات التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد البلال المسعود على ترجمتها إلى واقع ملموس، حيث ستجد المرأة المكان اللائق وستكون حاضرة في مفاصل الدولة. ولأنه عيدهن فقد تضمن الحفل رسالة تشجيع وتحفيز عبر تكريم الفتيات المتفوقات في السنة الدراسية، تشجيعا لهن على التميز والعطاء والاستمرار على نهج التفوق والنجاح. نودع الآن زميل سلمو الحفظو الذي كان قد رافقنا بلغة الإشارة في نواكشوط الجنوبية. خلدت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالولاية العيد الدولي للمرأة، وقد حضر الحفل السلطات الإدارية والأمنية بالولاية ونشطاء من المجتمع المدني. تحت شعار القيادة النسائية للمزيد من تكافؤ الفرص لمواجهة كوفيد-19، نظمت الإدارة الجهوية لولاية نواكشوط الجنوبية حفلا لتخليد اليوم الدولي للمرأة، وقوفا عند المكتسبات التي تحققت في مسيرة إشراكها وتمكينها. فيما يتعلق بتمكين المرأة فقد قام قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة خلال المرحلة الأولى من برنامج أولوياتي بتنفيذ العديد من الإجراءات الهامة لصالح النساء. وفي هذا الإطار استفادت المئات من التعاونيات النسوية من تمويل الأنشطة المدرة للدخل في جميع ولايات البلاد، كما استفادت المئات من خريجات التعليم العام والتكوين المهني والتعليم ما قبل المدرسي من تمويل مشاريع صغيرة، وساهم البرنامج أيضا في تعزيز قدرات الصمود لدى حوالي 1000 سيدة من معيلات الأسر في مواجهة كوفيد-19. تفخر المرأة الموريتانية في عيدها الدولي هذه السنة بحضورها المشرف في مختلف مراكز صنع القرار وعلى مختلف المستويات. المديرة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة جليت أكدت في كلمتها على المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الموريتانية، مبرزة وعي قطاع الشؤون الاجتماعية بأهمية التعليم كونه الرافعة الأساسية لأي تنمية يراد لها النجاح. هذا أولا، وثانيا كون المرأة هي المدرسة الأولى للفرد فيجب أن تتوفر على المستوى العلمي المطلوب، وهو ما يؤهلها للقيام بتلك المهمة النبيلة. كما تخلل الحفل توزيع جوائز نقدية على الفتيات المتفوقات في بعض المسابقات الوطنية في ولاية نواكشوط الجنوبية تشجيعا لهن على التميز والمثابرة.
أما على مستوى نواكشوط الشمالية، خلدت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اليوم في مقاطعة دار النعيم، اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. وتميز حفل التخليد بتوزيع شهادات تقديرية على البنات المتفوقات في مسابقة ختم الدروس الابتدائية والإعدادية ومركز الترقية النسبية. احتفاء بهن ووقوفا على حجم المكتسبات التي حققنها في مسيرتهن، وتشجيعا لهن على المواصلة في درب النجاح والقضاء على المعوقات التي تحول دون تحقيق طموحاتهن، احتضن مقر الإدارة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية نواكشوط الشمالية هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص لمواجهة كوفيد-19، وذلك ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة. يعتبر اليوم العالمي للمرأة مناسبة دولية تتخلد كل سنة للوقوف على حجم المكتسبات التي تحققت في مسيرة إشراكها وتمكينها، وتوقف عند المعوقات التي تحول دون استمرار وتطور تلك المسيرة. ومن هذه المنطلق أتشرف معكم اليوم من مقاطعة الدار النعيم عاصمة الولاية نواكشوط الشمالية بإعطاء إشارة انطلاق فعاليات المخلدة له تحت إشعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص للمواجهة كوفيد-19. لقد عرفت مسيرة المرأة الموريتانية نحو إشراك والتمكين تحولا كبيرا، شكل المحور خاصة بالمرأة من برنامج تعهدات فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ غزواني أساسا ومنطلقا له. ولأن المرأة نصف المجتمع وبتعليمها يرتقي المجتمع، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سنويا على تشجيع المتفوقات والدفع بتمدرس البنات والدفاع عن حقوق المرأة. إنكم تشرفون اليوم على تكريم البنات المتفوقات، وبهذه المناسبة السعيدة أشكر البنات المتفوقات على الجهود القيمة التي بذلن من أجل دراستهن، ونرجو من الله العلي القدير لهم التوفيق. ومن هذا المنبر أشيد بدور المرأة في هذه الولاية مطالبة إياها بالمزيد. تأتي هذه التظاهرة ضمن جهود تمكين المرأة باعتبارها صانعة القرار من أجل تحسين حياة المجتمع ومساعدتها على رفع التحديات وتخطي تأثيرات جائحة كوفيد-19. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على إتاحة هذه الفرصة لنا وكل من شاركنا هذه اللحظة المتميزة للاحتفال معكم بتكريم البنات المتفوقات في ولاية نواكشوط الشمالية من أجل تشجيعهن على تمدرسهن ومساعدتهن في تحقيق طموحهن، فهن سراج المستقبل الذي يضيء الأجيال القادمة، فتحية لهن مع الثناء على جهودهن ومزيدا من التألق والنجاح. خلال هذه التظاهرة قدمت عدة مداخلات أشادت بدور المرأة الموريتانية في كل المجالات، كما قسمت جوائز على المتفوقات في مسابقة دخول السنة الأولى ابتدائية وختم الدروس الإعدادية، وصاحبة المركز الأول في قسم التجميل بمركز الترقية النسوية. إلى شرق البلاد، ودائما في إطار الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة، نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالحوض الشرقي حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. الحفل كان مناسبة لعرض السياسات الجهوية التي تسعى إلى تمكين المرأة من ولوج مراكز صنع القرار وإمكانية مساهمتها في عملية البناء. القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19 هو عنوان الاحتفال المخدد لليوم العالمي لعيد المرأة الذي نظمته الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالحوض الشرقي. الإشراك والتمكين والإسهام في العملية التنموية أهداف تضمنها برنامج أولويات لفخامة رئيس الجمهورية تبين الأهمية التي توليها الحكومة للمرأة. لقد عرفت مسيرة المرأة الموريتانية نحو الإشراك والتمكين تحولا كبيرا، شكل محور الحاضن بالمرأة في برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني أساسا ومنطلقا له. وإذا كان هذا المحور
قد فصل مجموعة من التعهدات حول تمكين النساء من أجل مشاركتهن في العملية التنموية، فإن السياسة العامة لحكومة معالي وزير الأول السيد محمد البلال قد وضعت طرق وآليات تحقيق تلك التعهدات، حيث نفذت في الآونة الأخيرة جملة من المكتسبات الغير مسبوقة لصالح النساء الموريتانيات وعلى عموم التراب الوطني. المنتخبون المحليون ثمنوا الدورة الاقتصادية والاجتماعية الذي تقوم به المرأة في تنمية البلد، مؤكدين دعمهم لكل المشاريع النسائية التنموية المحلية. عيد المرأة اللي هي لهمات دورهم الاجتماعي والاقتصادي مهم في تنمية البلد، هم المربيات وهم المؤطرات وهم اللي طبعا اللي المجتمع لعبوا في دور يمكنوا على الجيل الصاعد على أنه يمكن من يعود يلعب دوره في المستقبل. إذا دور المرأة أساسي ومحوري في السياسات الحكومية والسياسات العامة بصفة خاصة. القائمون على الشأن البلدي كذلك أشادوا بالسياسات الحكومية التي تسعى إلى تطوير ودعم النساء. تعرفون جميعا ما للمرأة من دور في المجتمع في المجتمعات ككل وفي المجتمع الموريتاني، دور اقتصادي ودور اجتماعي ودور سياسي ودور أخلاقي، هي الأم وهي المربية وهي الأخت والأم والزوجة وهي كل شيء في المجتمع الموريتاني. وسياسة الحكومة الموريتانية وفخامة رئيس الجمهورية يولي لهذا القطاع الحي من المجتمع الموريتاني اهتمام خاص، ونحن جميعا كذلك. المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد أريون أسمان يانغ أوضح أن منظمة الأمم المتحدة أقرت في العام 1977 يوم 8 مارس عيدا دوليا للمرأة، وقد اختارت بلادنا تخليد هذا اليوم من هذه السنة تحت شعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19. وقد شهد العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة دفعا كبيرا خلال السنة المنصرمة ضمن اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للنهوض بالعمل النسوي حتى يسهم في الدفع بعجلة التنمية وتمكين المرأة من ولوج مراكز القرار. أنشطة مخلدة لليوم العالمي لعيد المرأة احتفاء بما وصلت إليه المرأة الموريتانية من تمثيل سياسي ودبلوماسي، آمنين أن تكون رائدة في شتى المجالات مواصلة عملية الإسهام في تنمية البلد. مع محمد مولود، الموريتانية، النعمة. ونبقى في مدينة النعمة مع مراسلتنا ماما أحمد مولود. مساء الخير ماما. مساء النور زميلتي عزة. ماما كل عام وأنت بخير، كيف خلدتي هذا اليوم كإعلامية مراسلة للموريتانية في الداخل؟ طبعا هذا قبل السؤال. مساء الخير لكنا زميلاتي، عيد سعيد وكل عام وأنتن بخير. نحن الإعلاميات كما هو معلوم عزة نستثنى من هذا من قرار العيد، نحن نواكب الاحتفالات المخلدة لعيد المرأة في جميع تراب الوطني. أنا اليوم كنت في تغطية لتخليد اليوم العالمي لعيد المرأة في الحوض الشرقي بما أنني مراسلة الموريتانية هناك. جيد، إذن ماما بالعودة إلى السؤال، كيف كان تخليد اليوم الدولي للمرأة في ولاية الحوض الشرقي، وما هي أهم النشاطات النسوية في هذا اليوم؟ عز تخليد اليوم العالمي لعيد المرأة اليوم في الحوض الشرقي لم يكن كسابقه في الأعوام الماضية، لأنه تأثر بفعل جائحة كورونا التي لازلنا نعيش تحت وطأتها. اختصر التخليد في حفل ضم السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون والسياسيون وكذلك ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. الحفل كان مناسبة للسلطات الإدارية لعرض
عرض الأهمية التي تودها الحكومة في سياستها للمرأة وإشراكها في العملية التنموية في البلد. كذلك تضمن هذا الحفل في جزئه الأخير تقسيم جوائز على الفائزات في المسابقات الوطنية، وكذلك مركز الترقية النسوية ممثل في إحدى العاملات في شعبة الصبالة. المشاركات في هذا الاحتفال تمن الأهمية التي تولها لهن الحكومة، مشيدين بوصول المرأة الموريتانية إلى مراكز صنع القرار وكذلك ريادتها بالأعمال ومشاركتها في تنمية البلد. المرأة الريفية كذلك لم تنسى من هذا الاحتفال، فأشيد بالدور الذي تلعبه في ومساهمتها في التنمية المحلية من خلال التعاونيات الزراعية أو الصناعات اليدوية أو ما تنتجه هذه التعاونيات للمساهمة في تطوير المنتوج المحلي الوطني. إذن ماما منت أحمد مولود مراسلة الموريتانية من الحوض الشرقي، شكرا لك على هذه المعلومات. كل عام وأنت بخير مجددا، والنساء في الحوض الشرقي بخير. في ولاية الحوض الغربي احتضن مقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم بمدينة العيون النشاط المخلد لليوم العالمي للمرأة. تضمن الحفل توزيع جوائز على الفائزات في المسابقات الوطنية على مستوى ولاية الحوض الغربي، وذلك تشجيعا لهن على التميز والمساهمة في تمثيل العنصر. يوفر العيد الدولي للمرأة فرصة سنوية للوقوف على حجم المكتسبات التي تحققت في مسار إشراكها في الحياة النشطة وتشخيص المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف والتطلعات. وفي خضم التوجه الرامي إلى الدفع بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، تحتفل المرأة في ولاية الحوض الغربي بعيدها الدولي، حيث يحدوها الأمل في تحقيق مستقبل واعد. قام القطاع بإشراف من حرم رئيس الجمهورية بإطلاق منصة لتثمين الكفاءات والخبرات النسوية، شملت حتى الآن المئات من الكفاءات النسائية في مختلف التخصصات، كما أنشأنا 10 منصات متعددة القطاعات لمكافحة العنف القائم على النوع في بعض مقاطعات الوطن. كما يستمر القطاع في حل ومعالجة النزاعات الأسرية سبيلا إلى دعم استقرار الأسرة الموريتانية. وقد حظي العمل النسوي في ولاية الحوض الغربي بتنفيذ العديد من برامج التكوين والدعم للرقي بمستوى إنتاجها وتأهيلها لولوج سوق العمل. بالنسبة لولاية الحوض الغربي كانت عندها نتائج إيجابية ضوء خلال هذه السنة دهية. الأول منها في مجال الطفولة كانت عندها تكوينات مشهودة على مستوى الطفولة، وعلى مستوى العمل الاجتماعي كان عليها نتائج، كان ملي فم تطور كبير في مجال المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمعاقين وبالنسبة لأهل التصفية وبالنسبة للناس الضعاف، كانت فم نتائج ذكية واضحة للناس. كان بالنسبة لترقية المرأة بسم والأسرة كانت فم ملي نتائج ذكية ملموسة في تسوية المشاكل العائلية بين العائلة وفيه ترقية المرأة وتكوين المرأة، وهذا في حيز كبير وقطعنا فيه شوط كبير خلال هذه السنة. وقد أحيت المنسقية الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة هذا اليوم بتوزيع جوائز على بعض البنات على تميزهن في مشوارهن الدراسي. وعلى غرار باقي الولايات، خلدت ولاية العصابة اليوم الدولي للمرأة عبر احتفالية أشرف عليها والي الولاية رفقة ممثلين عن السلطات الإدارية والأمنية. وتم خلال الحفل توزيع جوائز على المتفوقات دراسيا، كما تخللته عدة مداخلات أشارت لأهمية دور المرأة في بناء الدولة وترسيخ القيم الفاضلة في المجتمع. تمكين المرأة ومنحها فرصا متكافئة للمشاركة في التصدي لكوفيد-19 شعار خلدت ولاية العصابة من خلاله اليوم العالمي للمرأة بإشراف والي الولاية رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين. الوالي في كلمة له أكد أن عمل الحكومة ضمن استراتيجية وطنية يهدف لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات حتى تتمكن من المساهمة في عملية التنمية. ظلت المرأة مركز اهتمام
ومحور من أهم محاور برنامج تعهداتي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني مع بداية مأموريته الرئاسية، وشرعت في تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بن بلال بالجدارة المطلوبة، حيث تم تعزيز المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة عن طريق ترسيخ مكانتها في المشروع المجتمعي عبر ولوجها إلى مراكز صنع القرار بجميع مستوياته، وزيرة، سفيرة، أمينة عامة، مديرة إلى آخره، ولعب دورها إلى جانب أخيها الرجل في الورشة التنموية الوطنية وتمكينها ومشاركتها الفعالة في تدبير الحاضر وصنع المستقبل المشرق. المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في العصابة السيدة منينة بنت الشاحة أكدت أن المرأة في بلادنا شهدت تقدماً ملحوظاً ومشاركة فعالة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر الاستراتيجيات الحكومية في هذا الصدد. النائب عن مقاطعة كيفة السيد خطري والشيخ محمد محمود ثمن في مداخلته الخطوات الحكومية الرامية لتعزيز دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي أكده عمدة بلدية كيفة السيد جمال والكبود، منوها بضرورة منح المرأة كافة حقوقها. من جهتها نائب رئيس المجلس الجهوي ضمن مداخلتها أظهرت الدور الريادي للمرأة وعلى طريقتها الخاصة. إحنا النساء مطالبين الحاضر هون معانا، والما هو حاضر راجين يتفقد لا ينسانا، وإحنا تقد الدائرين نبنو كيان إلى منين دولة فيها متعلقين ذوك الدول لحذانا، ولا نبقوا نعود وقاعدين والعالم ما حنانا، ولا نبقوا نتموا واحلين فنت وانت يوانا، نختير ونقوموا كاملين ما قاعد حد ورانا، ونعود وحدة تامي يوقع يغرق ومانا، ونعود قطع النافدين عصر التغيير الجانا، واعطونا نقوم كاملين وهاو الليل معانا، ونعود قطع النافدين عصر التغيير الجانا. حفل تخليد عيد المرأة العالمي 44 بولاية العصابة اختتم بتوزيع جوائز مادية على الطالبات المتفوقات دراسيا تشجيعا لهن على أن يواصلن تقدمهن في المسيرة العلمية. في ولاية تقانت تميزت الفعالية المخلدة لليوم الدولي للمرأة بمدينة تجكجة بتكريم المتفوقات في مختلف مراحل التعليم وتقديم منح نقدية لأربعة أطفال من متعدد الإعاقة. كما كان الحفل فرصة للإشادة بحضور المرأة في مراكز صنع القرار من طرف السلطات الإدارية في الولاية. تميزت الفعاليات المخلدة للعيد الدولي هنا بتجكجة بتكريم المتفوقات في شهادتي ختم الدروس الإعدادية ومسابقة دخول السنة الأولى إعدادية والتكريم الأولى في التعليم الفني والتكوين المهني بتجكجة وتكريم المتفوقات في السنة الدراسية المنصرمة على مستوى التعليم الثانوي. كما كان الحفل فرصة لتقديم منح نقدية لأربعة أطفال من متعدد الإعاقة. حضور المرأة في مراكز صنع القرار كان محل تثمين وإشادة من طرف السلطات الإدارية هنا. تفخر المرأة الموريتانية في عيدها الدولي هذه السنة بحضورها المشرف في مختلف مناصب القرار في الداخل والخارج، وهي مناسبة نجدد من خلالها شكرنا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، ونطالب بزيادة ذلك الحضور حتى يتناغم مع الإسهامات الكبرى للمرأة الموريتانية في مختلف المجالات. المرأة في عيدها الدولي أعربت عن سعادتها بما تحقق لها والمكانة التي تولى لها ضمن برنامج أولوياتي. نسعد معكم اليوم بتخليد العيد الدولي للمرأة لسنة 2021 تحت شعار القيادة النسائية للمزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19، وهو شعار ينبثق من تطلعاتنا لتحقيق الرؤية التنموية التي يجسدها برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني تعهداتي، الذي جعل تمكين المرأة والرفع من مستوى الفئات الهشة محورا هاما من برنامج الاستعجال أولوياتي. جرت مراسم هذا الاحتفال بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين بالولاية وبمراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد-19. ودائما في شمال البلاد، حيث نظمت
أو عفوا في ولاية أدرار احتضنت مدينة أطار صباح اليوم الفعاليات المخلدة لذكرى اليوم الدولي للمرأة تحت إشراف السلطات المحلية ورؤساء المصالح الجهوية وجمع من سكان المدينة. وتمثلت هذه الفعالية في حفل رسمي تم خلاله تكريم مجموعة من الفتيات المتفوقات إضافة إلى معرض لنماذج من المنتوجات النسوية. تخريد عيد المرأة على مستوى ولاية أدرار تميز بتنظيم أنشطة رسمية أشرف عليها والي الولاية السيد حداد مبالي ترى رفقة السلطات الإدارية والبلدية والأمنية، حيث أقيم حفل لإطلاق هذه الفعاليات ألقى خلاله والي الولاية كلمة استعرض فيها الإنجازات التي استفادت منها المرأة الأدرارية من خلال منح 60 تعاونية نسوية قروضا ميسرة لدعم 874 امرأة، إضافة إلى عدد من الأنشطة المدرة للدخل لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع التكفل بمجموعة من الأطفال ذوي الإعاقة. وأوضح العمدة المساعد لبلدية أطار أن التضحية التي تقدمها النساء تمثل فخرا للمجتمع، مؤكدا على الدور الريادي للمرأة الموريتانية في الأسرة وفي تربية الأجيال ورعاية النشء. من جانبه أكد المدير الجهوي لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على أهمية هذه المناسبة مستعرضا الأدوار التي لعبتها المرأة مشيدا بنضالاتها وما حققت من مكاسب. نحيي المرأة في أدرار ونحيي المرأة وطنجاً المرأة الموريتانية بمناسبة العيد، ونحيي المرأة في قارتنا السمراء القارة الإفريقية وفي الوطن العربي وفي العالم أجمع أينما كانت، ونذكر بأن هذه المناسبة هي مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه في سبيل المساواة التي قلنا أنها هي الهدف الأسمى لنضال المرأة. وفي ختام الحفل وزعت شهادات تكريم وجوائز على الفتيات المتفوقات تشجيعا لهن وتحفيزا لروح المثابرة والجد لدى مجموعة الفتيات المكرمات بهذه المناسبة. الوفد الرسمي المشرف على الفعاليات المخلدة لعيد 8 مارس في ولاية أدرار أدى زيارة لمعرض نسوي أقامته ناشطات في بعض التعاونيات الزراعية لعرض نماذج من إنتاج الحقول، حيث أوضحت المتحدثة باسم المنظمات بعض أهداف تنظيم هذا المعرض. اتحاد التعاونيات النسوية الزراعية بأدرار إكفاء مجموعة من النساء أدرار الناشطات في مجال الزراعة واللواتي يعرفن بالمثابرة والجدية في العمل، والاتحاد من أجل الدفاع عن قضية المرأة وإخراجها من دائرة الفقر لتصبح أداة فعالة تساهم في بناء المجتمع وتحافظ على تماسك نسيجه الاجتماعي، وكذلك لتثبيت العائلات في أماكنهن الأصلية والحد من الهجرة الريفية. تخريد عيد المرأة في مدينة أطار عرف إقبالا من قبل نساء المدينة للاحتفال بهذه المناسبة السنوية المخصصة للتذكير بالمرأة وأدوارها الريادية في المجتمع المحلي على مستوى مختلف مناطق ولاية أدرار. ودائما في شمال البلاد، حيث نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية تير الزمور حفلا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة تحت شعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19. وكانت التظاهرة مناسبة تم خلالها إبراز ما تحقق للمرأة في تير الزمور خاصة استفادتها من الأنشطة المدرة للدخل. تعددت الأنشطة المخلدة للعيد الدولي للمرأة في مدينة زويرات، تنوعت ابتهاجا بهذه المناسبة التي تستغلها المرأة في ولاية تيرس الزمور كل سنة من أجل تقييم سنة كاملة من العمل والتخطيط لبرنامج عمل جديد لسنة مقبلة. ولأن المثابرة والتميز هما أساس العمل الناجح، فقد بدأت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الأنشطة التخليدية لهذا اليوم بتكريم البنات المتفوقات في مختلف المستويات التعليمية. لقد عرفت مسيرة المرأة الموريتانية نحو الإشراك والتمكين تحولا كبيرا، شكل المحور الخاص بالمرأة من برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني
واحدا من أساساته ومرتكزاته. كما شمل الحفل تكريم بعض الشخصيات الإدارية والشخصيات العامة على مجهودهم الداعم لترقية العمل النسوي. يسعدنا حضوركم اليوم معنا في هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 التي تزامنت مع تحديدنا اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2021. هذه السنة التي تقلده بلادنا تحت الشعار القيادة النسوية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19، وهو شعار يدل على حرص الدولة الموريتانية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني في إتاحة الفرصة للقيادة النسائية للتصدي للأزمات وخاصة جائحة كوفيد-19. الحفل كان مناسبة تم خلالها توزيع 3 منح سنوية مقدمة من الوزارة لمتعدد الإعاقة، إضافة إلى 3 أخرى مخصصة لتمويلات أنشطة تجارية لأصحاب الاحتياجات الخاصة. الحفل شهد عرضا مصورا لمختلف الأنشطة التي تقوم بها المرأة على مستوى ولاية تيرس الزمور. كما زار الوالي السيد سلمو السيدي بذات المناسبة معرضا نظمته جمعية العمل من أجل المعوقين بالتعاون مع رابطة أمهات وأطفال التوحد. وعلى مستوى ولاية إنشير انطلقت اليوم في مدينة إكجوجة فعاليات تخليد اليوم الدولي للمرأة تحت شعار القيادة النسائية مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة جائحة كوفيد-19. حضر الحفل السلطات الإدارية والأمنية وعدد من الناشطات في المجتمع المدني. تحت شعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19، خلدت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في ولاية إنشيري العيد الدولي للمرأة. فعاليات الحفل أشرفت عليها السلطات الإدارية والأمنية بحضور المنتخبين المحليين وجمع غفير من نساء المدينة. وفي كلمة بالمناسبة أوضح مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية أن تخليد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة جاء في وقت تعيش فيه بلادنا تحولات تنموية حقيقية، مؤكدا أن للمرأة في هذه المرحلة حضورا بارزا في مواقع القرار. لقد عرفت مسيرة المرأة الموريتانية نحو الإشراك والتمكين تحولا كبيرا شكل المحور الخاص بالمرأة من برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني أساسا ومنطلقا له. وإذا كان هذا المحور قد فصل مجموعة من التعهدات حول تمكين النساء من أجل مشاركتهن في العملية التنموية، فإن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال قد وضعت طرق وآليات تحقيق تلك التعهدات، حيث نفذت في الآونة الأخيرة جملة من المكتسبات غير المسبوقة لصالح النساء الموريتانيات وعلى عموم التراب الوطني. من جهتها المديرة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية إنشيري أكدت أن الشعار الذي تخلد بلادنا تحته هذا اليوم ينطلق من الحقائق الديمغرافية والاجتماعية للمرأة، حيث تمثل رقما لم يعد من الممكن تجاوزه في العملية التنموية لما تحظى به من عناية من طرف الحكومة. ولا شك أن تحولات جذرية وعميقة شهدت المرأة ليست أقلها شأنا مستوى الوعي بالمسؤولية والتخلي عن العقليات المعيقة للتنمية، والتي لعب قطاع الشؤون الاجتماعية دورا أساسيا في تصحيحها وتوجيهها نحو الإيجابية. هذا فضلا عن المشاركة الفاعلة والجدية في مختلف مناحي الحياة والوظائف السامية والحكومية وغيرها. بدوره عمدة البلدية نوه بدور المرأة الإنشيرية المحوري سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا استعداد البلدية لدعمهن في مختلف الأصعدة. أشكر وأهنئ النساء في ولاية إنشيري بشكل خاص على الجدية والبذل والعطاء الذي ميزهن طيلة كل مراحل التنمية في الولاية بشكل خاص، فهن في الحقول في المزارع في التعاونيات التي تمارس مختلف النشاطات التنموية بامتياز. وفي ختام الحفل وزعت جوائز تقديرية للفتيات المتفوقات في مسابقات ختم الدروس الابتدائية والثانوية والإعدادية على مستوى الولاية.
احتضنت قاعة الاجتماعات صباح اليوم بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة على مستوى ولاية ترارزة. وقد تميزت هذه الفعاليات بحضور عدد من النساء في مدينة روسو، وتم تقديم عدة جوائز بحضور السلطات الجهوية بالولاية، إبرازا لحجم المكتسبات التي حققتها المرأة في بلادنا. وتخليدا لعيدها الدولي، أطلقت المديرية الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على مستوى ولاية ترارزة الفعاليات المخلدة لهذا العيد من مدينة روسو، بإشراف مباشر من والي ولاية ترارزة الذي أوضح خلال كلمة له بالمناسبة مختلف التدخلات والإجراءات التي قام بها القطاع والتي مكنت المرأة في ولاية ترارزة من ممارسة أنشطة تجارية واقتصادية تعود عليها بالنفع وتشجعها على مواجهة التحديات التي تعترض حياتها الاجتماعية والاقتصادية. في إطار ما تم إنجازه وفي إطار الاستفادات المختلفة لصالح النساء، أولاً استفادة 1200 أسرة متضررة من الأمطار الأخيرة من مواد غذائية مختلفة وأغطية وأفرشة مقدمة من مفوضية الأمن الغذائي. استفادة 400 يتيم من مواد غذائية مختلفة وملابس. استفادة 200 أسرة متضررة من الأمطار في السنة الماضية من مواد غذائية معتبرة مقدمة من طرف قطاعي الشؤون الاجتماعية. توزيع كمية معتبرة من الكمامات ومواد التعقيم على المعوزين وأمهات الأيتام والمعوقين ومرضى الفشل الكلوي في الولاية للوقاية من كوفيد-19 من طرف قطاع الشؤون الاجتماعية. تكفل القطاع بعلاج 27 شخصا من مرضى الفشل الكلوي بمركز الاستطباب بروسو من خلال إعطائهم إعانات ومواد مختلفة بشكل مستمر. وخلال هذه التظاهرة تم عرض مختلف الإشكالات التي تعترض طريق المرأة في ولاية ترارزة وما تعانيه من مشاكل اجتماعية وثقافية من أجل العمل على حلها من خلال إدراجها ضمن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الشؤون الاجتماعية سبيلا إلى القضاء عليها بشكل نهائي. يسعدني أن أرحب بكم باسم معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في مستهل حفل تخليد العيد الدولي للمرأة 8 مارس 2021 الذي يأتي هذه السنة تزامنا مع المصادقة على هيكلة جديدة لقطاعنا يتم بموجبها رفع مستوى تمثيل القطاع من منسقيات إلى إدارات جهوية، الأمر الذي يظهر جليا مدى اهتمام القيادة الوطنية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني بتمكين المرأة من أجل مشاركتها الفعال في البناء الوطني. وقد توجت هذه التظاهرة بتقديم جوائز نقدية للفتيات المتفوقات دراسيا على مستوى بعض المؤسسات التربوية في الولاية وسط حضور كبير ضم إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية ورؤساء المصالح الجهوية العديد من النساء الناشطات في المجتمع المدني. خلدت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية قدماغ اليوم الدولي للمرأة تحت شعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19. فعالية الحفل أعطى إشارة انطلاقها والي ولاية قدماغ بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الجهوية في الولاية. إرفانا للمرأة بالجميل وتقديرا للدور الذي تلعبه في المجتمع، تم تخليد اليوم الدولي للمرأة في مدينة سليبابي تحت شعار القيادة النسائية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19، وذلك من قبل المندوبية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية قدماغ.
بخصوص ولاية دماغة فقد استفادت 50 امرأة من تكوينات مهمة في مجال الإعلام من أجل التنمية وكذلك حول المسلكيات الأساسية للأسرة في كافة بلديات الولاية. كما استفادت من تكوين مماثل 60 سيدة في مجالات صناعة الحلويات وتحويل وحفظ منتجات الألبان والطهي والتغذية القائمة على المنتجات المحلية. وفي هذا الإطار قام القطاع بإشراف من حرم رئيس الجمهورية بإطلاق منصة لتذمين الكفاءات والخبرات النسوية، شملت حتى الآن المئات من الكفاءات النسوية في مختلف التخصصات، كما تم إنشاء 10 منصات متعددة في القطاعات لمكافحة العنف القائم على النوع في بعض مقاطعات الوطن. تخليد اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام شهد حضورا قويا للمرأة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 الذي كانت فيه في الصفوف الأمامية. هذا يوم عظيم يجسد العناية التي يمكننا أن نبرز ما في أرواحنا من امتنان لقيادتنا، وأن نبرز للمرأة مدى طول المسيرة التي قامت بها أخواتنا قبلنا، ولولاهن لما وصلنا إلى هذا اليوم. الحفل المنظم بهذه المناسبة تميز بتوزيع العديد من الجوائز على المتفوقات في مسابقتي ختم الدروس الابتدائية والإعدادية، وعلى الطالبة المتفوقة في مركز الترقية النسوية، إضافة إلى توزيع مواد التعقيم على الأسر الفقيرة، ليختتم الحفل بمحاضرات حول كوفيد-19 وحقوق المرأة وتمدرس البنات. في ولاية غرغل تم تنظيم حفل بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تم خلاله تثمين ما تحقق للمرأة من مكاسب وما تحظى به من اهتمام من طرف السلطات في البلد. وتم خلال الحفل تكريم الفتيات المتفوقات في مختلف مراحل التعليم وفي التكوين المهني. القيادة النسوية نحو مزيد من تكافؤ الفرص في مواجهة كوفيد-19 شعار وطني تم اختياره لتخليد ذكرى 8 مارس هذه السنة، وهنا على مستوى ولاية غرغل نظم حفل بهيج بهذه المناسبة بإشراف والي الولاية، مؤكدا خلال حفل الافتتاح أن 8 مارس مناسبة لتثمين ما تحقق والعمل على تحقيق المزيد. قد عرفت مسيرة المرأة الموريتانية نحو الإشراك والتمكيني تحولا كبيرا، شكل المحور الخاص بالمرأة من برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني أساسا ومنطلقا له. وإذا كان هذا المحور قد فصل مجموعة من التعهدات حول تمكين النساء من أجل مشاركتهن في العملية التنموية، فإن السياسة العامة للحكومة قد وضعت طرق وآليات تحقيق تلك التعهدات، حيث نفذت في الآونة الأخيرة جملة من المكتسبات غير المسبوقة لصالح النساء الموريتانيات وعلى عموم التراب الوطني. رئيس المجلس الجهوي لولاية غرغل السيد مامادو أبو با هنأ المرأة في ولاية غرغل على ما حققت في مختلف الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية. عمدة بلدية كيهيدي السيد طاهر كوني براجي ثمن التقدير الذي تحظى به المرأة في السياسات العامة للحكومة، داعيا النساء إلى استثمار هذا المناخ ومواصلة السير في طريق البناء والتنمية. وتحظى المرأة باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية نظرا لدورها ومساهمتها الفاعلة في تنمية البلاد. لقد حظيت المرأة الموريتانية بمكانة محورية في المشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ غزواني، وفي السياسات والبرامج التنموية التي تواصل تنفيذها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال. ذلك البرنامج وتلك السياسات التي جعلت من خدمة المواطن الموريتاني هدفا لها وحققت نتائج جلية على مختلف الأصعدة. واختتم الحفل بتقسيم جوائز على فتيات تفوقن خلال السنة الماضية في مسابقتي شهادة الدروس الإعدادية وختم الدروس الأساسية، إضافة إلى متفوقة في مجال التكوين التقني. وإحياء لليوم الدولي للمرأة في ولاية غرغل نظمت رابطة شباب كيهيدي من أجل تنمية يوما للتبرع بالدم. وقد شارك في هذا النشاط عدد من المنتسبين لهذه الرابطة والنادي الثقافي والرياضي التابع لها.
ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة وفي إطار برنامجها السنوي، نظمت رابطة شباب كيهيدي يوما للتبرع بالدم في مركز الاستطباب بمدينة كيهيدي. العشرات من المنتسبين لهذه الرابطة شاركوا في هذا التبرع الذي يأتي تمشيا مع المطالب المتكررة للسلطات الصحية من أجل توفير كميات كافية من الدم للحالات التي تتردد دائما على المرافق الصحية بالولاية. اليوم جينا هون اليوم عيد المرأة من أجل نعتل أمهاتنا وأخواتنا بنحن اليوم نختاروا نقهم معهم يوم عيدهم من أجل معطى الدم في هاي المدينة. كان أنتم مستعدوا بها النساء الحمل، خاصة النساء اللي يجوا من البوادي، تعرفهم دائما قال لهم ياسر من 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 الوعي للعجل تضح ده حاملة ما تحافظوا على معاشها وما أشبه ذلك، يجيهم دائما ناقص الدم. جينا احنا هون هاي الرابطة ورابطة مولي معها نادي الرياضي تابع له، لكن النادي مولي جينا احنا كاملين جمعية والنادي كان جايين من أجل التبرع بالدم. ويشرف على عملية التبرع فريق طبي من مركز الاستطباب في كيهيدي، وذلك ضمانا لتطبيق النظم الصحية المتبعة في مختلف مراحل نقل وحفظ الدم. دائما يكون السببين أساسيين لوفاة الأمهات أولا إما أن يكون بنقص الدم أو يكون النزيف اللي يحدث دائما للسيدات في هذه الحالات. ونشكر اللجنة التي قام بإنجاز هذا اليوم، ونشكر إذن مدير مركز الاستجابة بكيدي الذي ساهم هذه اللجنة أن يقوم بهذه النشاطات. المنخرطات في رابطة شباب كيهيدي من أجل التنمية عبرن عن فرحتهن بالمشاركة في هذا العمل الإنساني والذي يتزامن مع احتفالات العيد الدولي للمرأة، وهي مناسبة اخترن من خلالها التعبير عن تضامنهن مع النساء والإسهام في تحسين صحة الأم والطفل. واختتم اليوم التطوعي بتنظيم عرض مسرحي تناول أهمية التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح والفوائد الصحية للمتبرعين. وللحديث عن الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة في بلادنا نستضيف لكم من كيف السيدة منينة بنت الشح المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالعصابة، ومن أطار السيدة ماما من تكابر رئيسة مصلحة بمندوبية الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية أدرار. مرحبا بكن معنا في هذه النشرة، ونبدأ من كيف مع الضيفة نينا بنت الشح، كيف خلدت النساء في مدينة كيف اليوم الدولي للمرأة هذه السنة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. كان تخليد اليوم العالمي للمرأة الدول العالمي للمرأة في ولاية العصابة، حضرت له السلطات الإدارية والأمنية والمجتمع المدني والمنتخبون والنساء كاملين حضروا هون الحمد لله بصفة عامة، لفخرهم بهذا اليوم العالمي اللي هو يوم عيد اللي هو اليوم العيد الدولي للمرأة الذي نشأت به، وكان لها حضور هام في هذا اليوم وكانوا فرحانين به وزين عندهم الحمد لله. طيب، ما هي أبرز التحديات وأهم المشاكل المطروحة للمرأة بولاية العصابة؟ السؤال هو أبرز نعم تفضلي. السؤال هو ما هي أبرز التحديات وأهم المشاكل المطروحة للمرأة بولاية العصابة؟ كانت فهم غياب المركز للترقية النسوية على مستوى الولاية، وفهم النساء المتسربات من المدرسة واللي لا يملكن مهارة لولوج الصنع العمل ياك يعودوا عندهم شي قد يشتغلوا به، عدم وجود مشاريع نسائية في مجال الإنتاج والتسويق
وخاصة في مجالات الصناعة التقليدية، لياكل عود المرأة حاجيات سادتهم المستلزمات والقدرات الضرورية كتقلب على ذوك الوسائل اللي قالينها كاملين ياك تعود ما ثلاث فم يكون توجد ذوك المعلومات، فم قياب للتكوين نختارهم عود عندهم تكوين مثل تجفيف اللحوم والخضروات، وفم شم الحبوب يلا عود يجفوا عندهم فترة من الزمن يقد يستعملوا فيهم، فم فترة قد عودوا ما عندهم استعمالهم ما يصلح. وبالعودة إلى ولاية أدرار، طبعا بالنسبة لولاية أدرار هلا حدثتنا السيدة ماما من تكبار عن أهم النشاطات النسوية المخلدة لليوم الدولي في هذه الولاية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مساء الخير، كل عام وأنت بخير. هذا اليوم هو يوم تاريخي، يوم تاريخي تقف فيه المرأة العربية والإفريقية والموريتانية تخريدا وتثمينا للمكاسب التي تحققت، ولعل من أهم نشاطات المخلدة لهذا اليوم كان حفل الافتتاح الرسمي الذي تمت فيه قراءة خطاب معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة من طرف السيد والي أدرار، الذي تم فيه الوقوف على أهم الإنجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة الموريتانية من خلال برنامج أولوياتي الذي كان دعما للفئات الهشة بصفة عامة على المستوى الوطني، ثم تلا ذلك توزيع الجوائز على البنات المتفوقات وذلك من أجل رفع من مستوى التعليم لفئة الفتيات والحد من التسرب، وتثمينا لجهود المرأة في أدرار في قطاع الزراعة الذي ظل حكرا على الرجال دون النساء. تمت زيارة اتحاد أكفاء الذي يضم 35 تعاونية نسوية عاملة في مجال الزراعة، وتم الوقوف عن كذب على أهم المنتوج الذي تغذي به هذه التعاونيات النسوية السوق المحلية في أطار. نعم، بالنسبة لي ما هي أهم اهتمامات المرأة في أدرار وما أبرز الأنشطة والأعمال التي تقوم بها هناك؟ شكرا. المرأة الأدرارية بطبيعتها إنسانة مثابرة صبورة في وجه شح الموارد، ولعل من أهم نشاطاتها الزراعة وخاصة زراعة الخضروات تحت الواحات والزراعة الفيضية، وكذلك ظلت تساهم بفعالية في قطاع السياحة حيث يوجد اتحاد لنساء المستثمرات في مجال السياحة، ودعما للسياحة المحلية أيضا توجد اتحادات نسوية تعمل في قطاع الصناعة التقليدية وتقدم منتوجا لا بأس به للسائح الأجنبي. جميل. كما أنه توجد حركة جمعوية نشطة للنساء على مستوى التوعية والتعبئة والتحسيس، حيث توجد اتحاد شبكات تضم العاملات في مجال حقوق الإنسان وترقية حقوق المرأة بصفة عامة إلى جانب الأندية الثقافية. ولعل من أهم الصعوبات التي تواجهها المرأة في أدرار شح الموارد أولا وغياب المتدخلين وعدم دعم الصناعة التقليدية والسياحة التي هي المورد الأساسي للولاية. جيد. إذن السيدة ماما من كبار رئيسة مصلحة بمندوبية الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية أدرار، كل عام وأنت بخير والنساء بأدرار بخير، وشكرا لك. أيضا نشكر السيدة ميننا من الشح المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالعصابة، كل عام وأنتم بخير.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت منظمة نساء الإصلاح مسيرة تحت شعار الشراكة الفعلية طريقتنا للتنمية، نددنا خلالها ببعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع والمرأة على وجه الخصوص، كارتفاع الأسعار وهشاشة التعليم وتدني الرواتب. رئيسة منظمة نساء الإصلاح السيدة عائشة بونا في كلمة لها بالمناسبة دعت إلى إنصاف المرأة وإدماج الكفاءات النسائية في مراكز صنع القرار وإلغاء شرط السن المشاركة في البكالوريا والولوج للجامعة، كما نوهت إلى المشاكل التي تعاني منها النساء في الأرياف حيث انعدام الخدمات ونقص الوعي. في موضوع متصل، نظمت سيدات ائتلاف التعايش من أجل العيش المشترك اليوم معرضا للمنتجات النسوية ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة، ويهدف هذا المعرض إلى إبراز جهود سيدات التعايش المشترك والمرأة الموريتانية بصفة عامة الرامية إلى ولوج معترك التنمية من بابه الواسع. وضمت هذه المعروضات العديدة من الابتكارات النسوية في شتى مجالات التنمية، إضافة إلى نماذج متنوعة من المنتجات الزراعية والمحلية. رئيسة لجنة التنظيم السيدة نافي صو أكدت أن تظاهرة هذا العام جاءت تحت عنوان صناعة ومعالجة المنتجات الغذائية المحلية للحد من اعتماد بلادنا على الإنتاج المستورد. وأضافت رئيسة لجنة التنظيم أن جائحة كورونا هذا العام أظهرت الحاجة الماسة إلى الاعتماد على الذات في مجال التنمية وخلق المقومات الأساسية للبقاء. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة شفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة. جاء ذلك في الإعلان الصحفي اليومي لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي في بلادنا. إذن مشاهدين الكرام وعزة، في نهاية هذه النشرة التي طغت عليها النشاطات المخلدة للعيد الدولي للمرأة والتي تم إعدادها وتقديمها من قبل أو من طرف فريق الصحفيات والفنيات بإشراف رئيسة التحرير خديجة بنت المجتبى والفنيات عائشة محمد وفاطمة بنت إياه. إذن سلمى، كل عام وأنت بخير وجميع النساء الموريتانيات والمسلمات في العالم العربي وفي العالم بخير. انتهت المسائية إلى العناوين. في تغريدة على حسابه بتويتر، رئيس الجمهورية يهنئ النساء الموريتانيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. نساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحتفلن باليوم الدولي للمرأة بحضور السيدة الأولى. وزير الدفاع الوطني يشرف على افتتاح دورة تكوينية لصالح بعض أفراد القوات المسلحة المشاركة في القوة المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك وتويتر. كما يمكنكم متابعة بثنا الإذاعي في نواكشوط عبر الموجة الترددية 101.9. في أمان الله، وكل عام والنساء في العالم بألف خير. أطيب المنى.